وأعود إلى ضيفنا من حيفا أمير مخول الباحث في الشؤون الإسرائيلية، وشكرا لبقائك معنا أستاذ أمير. وجهة نظرك فيما طرحه اليوم وزير الخارجية الروسي في هذا المنتدى الهام؟ يعني عمليا وضع الخطوط العريضة للسياسة الروسية، ولم يتحدث تفصيليا ولا خطوات يعني آنية. قد يكون ذلك في المؤتمر الصحفي، يكون في أسئلة ومطالبة في أجوبة واضحة، لكن الموقف الروسي يؤكد ثوابته في المنطقة، وهي أولا حضوره القوي وتأثيره باتجاه حل القضية الفلسطينية والتعاون العربي الروسي، وهذا مهم جدا لروسيا في مواجهة النفوذ الأمريكي وفي إضعاف النفوذ الأمريكي كما يبدو في المنطقة. طيب، إن كنا نتحدث عن تعاون عربي سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف، والتأكيد من الجانب الروسي لدى انعقاد كل دورة من هذا المنتدى بأنها موجودة كلاعب دولي، هل تنتظر اليوم روسيا لتحط أحمالها منطقة الشرق الأوسط وبالتالي تذهب إلى ترتيب الأوراق كما تريدها، أم أنها اليوم فعلا هي فاعل قوي وبقوة في منطقة الشرق الأوسط فيما فعلته بالسنوات الأخيرة أستاذ أمير؟ يعني أعتقد أن روسيا اليوم في أولوياتها الأولى وبشكل قطعي هو قضية أوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك موضوع التحكم أو موضوع الطاقة والتعاون الخليجي بالأساس الروسي، وإلى حد كبير أيضا التعاون المصري الروسي. لكن لا يوجد، روسيا ليست الطرف القوي في المنطقة حاليا، وهي تتعامل حسب وزنها عمليا، وليست كدولة ذات نفوذ كبير جدا يعني في المنطقة كما لو كان كما ترتئي. لكن هناك مسعى إلى تعزيز حضورها الإقليمي أمنيا اقتصاديا وتعاون دولي وسياسيا طبعا، وهذا لا يزال طور البناء، لكن ضمن الأولوية الأولى وهي أوكرانيا أكثر منها قضية الشرق الأوسط التي تهتم فيها جدا روسيا، ولها علاقات مباشرة أو لها ارتباطات مباشرة بالقضية الأوكرانية في موضوع النفط والمصادر الطاقة. لكن لا زالت الأولوية هناك وليست في القضية الفلسطينية. في القضية الفلسطينية لديها مواقف واضحة المعالم ومهمة جدا في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية، لكنها لم تتحول إلى موقع قوة قادر أن يحسم الأمور إقليميا في هذه المرحلة. بالمجمل، في استبعاد أو تجميد لجهود مفكرين أو باحثين في بعض الفترات، وخاصة عندما يتعالى أصوات العدوان والرصاص أستاذ أمير، ولكن هذا المنتدى تحديدا يتسم بحضور يعني مستوى رفيع من الخبراء والباحثين والكتاب الدبلوماسيين الصحفيين الأكاديميين، وربما الذين لهم ارتباطات هامة بمسؤولي أو أصحاب القرار السياسي على مستوى العالم. في حوار سياسي كهذا، يعني يمكن اليوم أن يسمع هذا الصوت، يمكن اليوم أن يحدث فارقا مع كل النقاط الساخنة التي نحياها ونعيشها في المنطقة أو على مستوى العالم حتى؟ يعني بدون شك أنه هناك اجتهادات وجهود تبذل وأفكار مبدعة في مختلف الأطر، وهذا إطار هام جدا، لكن إطار يأتي في ضمن، في نهاية المطاف سوف يتم تحويل مخرجاته إلى الدبلوماسية الروسية أكثر، وقد تكون يتأثرون بذلك، يدرسون بذلك، يساعد في قراءة الوضع وفي نقاط الضعف والقوة، وبهذا المفهوم قضية مهمة بدون شك. لكنه في نهاية المطاف روسيا لديها محدوديات أن تمارس معظم سياسات التي كانت معنية فيها في المنطقة، وبالذات في القضية الفلسطينية حاليا، ولذلك تحدث أكثر مثلا عن سوريا، وهذا طبيعي كان يتحدث بهذا الشكل عن سوريا، لكن لم يكن حديثا كافيا عن مثلا القضية الفلسطينية، وهي تندرج في الجهود الدبلوماسية والجهود الغير الدبلوماسية، لكنها لم تكن هي سيدة الموقف في هذا المؤتمر، على الأقل كما رشح من كلام وزير الخارجية لافروف. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أمير مخول الباحث في الشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من حيفا، شكرا لك.